انا اخترت كره القدم عشان هي لعبه اول شيء جماعيه، بتربط بين التعاون بين الفريق ونحمي الفريق، وعندنا احنا هون بالفريق ممنوع الخساره، دائما بس فوز فوز فوز. خالد هو يعني وهو صغير بلش في البيت في كرة القدم، كل ما يشوف الفوتبول قدامه زي كأنه ناقصه إشي، يعني لازم إشي ناقصه في البيت يعمله، في البيت بيلعب، في غرفته بيلعب، وين ما كان. خالد موهوب، يعني لاعب هو المحرك في الملعب لما يكون موجود، لما يكون في خط الهجوم احنا بنكون مطمئنين، عارفين انه خالد راح يعمل إشي، راح يدخلنا جوا المنافسة، راح يعمل الفارق. موهبة عنده كتير كبيرة، احنا كمدربين يعني وخاص انا كمدرب انه اللي بفترة بدرب اللاعب خالد شويش بيمتاز اكتر من مركز، فانا كمدرب يعني شفته في يمتاز او يميز في مركز اللي هو جناح يمين، بالاضافة هو كمان عنده موهبة السرعة، يعني عنده الولد سرعة عالية، بالاضافة للمراوغة عنده وحبه لتسجيل الاهداف. كمان خالد انه بتمتع بالكاريزما والروح والحراره العاليه اللي هاي احنا بنحب نشوفها دائما في اكثر اللاعبين. أول إشي لما نروح من المدرسة بدرس، بخلص بكون التدريب، بعد ما أخلص الدراسة بخلص الدراسة وبرجع التدريب. أنا خالد مدرسته بالقدس، فإذا كنت موجودة في القدس لازم إذا كان في عنده تدريب إنه نيجي على الموعد، دراسته لازم يخلصها قبل ما نيجي، بكون هو أصلا يوم التدريب متشجع إنه يخلص دراسته بسرعة عشان يجي على التدريب ياخذ راحته، ما يكون قلقان من أي إشي. بس الحمد لله يعني متوفق في دراسته في المدرسة وفي الأنشطة الخارجية. الحمد لله كل تدريب باجي عليه، إلا إذا جاني ظرف يعني كتير كتير، يعني إذا أمي بدها تطلع بطلعش معها، باجي على التدريب. البيئة اللي عم نوفرها إحنا بنشتغل بطريقة خلينا نقول بطريقة مرتبة وغير تقليدية، يمكن إحنا نختلف شوي عن الآخرين. بنعطي الإشي حقه من الصفر، بنشتغل على منهاج. الطاقم اللي عندنا طاقم على مستوى عالي، بدءا من المدير الفني اللي هو الكابتن احمد الحسن، محاضر اسيوي وبيعطي شهادات المدربين، زائد انه مدربينا كلهم معهم شهادات A، شهادات B، شهادات C. هذه بتنعكس على الطلاب بطريقه التدريب بمستوى المدربين، فبتطلع مواهب زي خالد وغير خالد من الطلاب. انا بشجع برشلونه لانهم لعبهم لعب حلو، بيلعبوا بين بعض بصوت قصيره جميله، وبينه هجمات من ورا لقدام، وبوصل الجول وبحطوه. يعني ما اكون احضر مباراه بالبيت، بكون يعني لما يسمع صوتي اهلي بيقولوا وطي صوتك، لانه لما يجيبوا يعني فريق جول او حدا من لعيبتي المفضله بجيب جول بضل بصيح بصحي الجيران هم نايمين، بصحي اهلي، يعني كثير انا حماس مع المباريات عالي. هو قدوته يعني لما بكرة القدم ميسي بصراحة، بحب يتابع مبارياته في البيت، بكون في مباراة دخل جول بصير في صياح في عجقة، قال بقول أنا شكلي هيك زي ميسي، يعني هيك عجقاته، بس خلص هو هيك بحب إيش بيعمل، إيش بينزل بويت، إيش كيف طريقته في الملعب، ميسي بده يقلده. أنا يعني بصراحة يعني بشبهه لميسي، إنه بيضل الكرة مالها بين أقدامه، يعني ما بيخلي الكرة شمالها تبعد عنه، يعني بيقدر هو نحكي إحنا بيضل مسيطر على الكرة، عنده سيطرة على الكرة كتير ممتازة،
بالإضافة لمهاراته العالية والسرعة الخفية اللي عنده. وحتى كمان شغلة تانية في كمان ميزة لخالد إنه عم بتحرك بدون كرة. لما رحنا سفرنا على برشلونة أول أكم من مباراة كنا متوترين شوي، بس الحمد لله توفقنا وتأهلنا ووصلنا النهائي، بس جبنا المركز الثاني. كان شعور لا يوصف. كنا كمان نشجع الفريق قد ما بنقدر، كأنبح صوتنا قد ما صيحنا، قد ما رقصنا، قد ما بكينا، قد ما عملنا كل إشي هناك، لأنه هناك جبنا المركز الثاني على على برشلونة، يعني على إسبانيا، ورفعنا راس فلسطين. خالد شاويش يعني لاقى إعجاب من بعض المدربين بالإضافة لبعض من زملاء اللاعبين اللي كانوا منافسين لإله. يعني تخيل أنت وين لاعب عربي فلسطيني بتوجه لأول مرة لبرشلونة، بلعب مباريات، نقدر نحكي مع أندية من ألمانيا، من فرنسا، من إيطاليا، من إسبانيا، من برشلونة. تخيل أنت هذا الاختلاط منه، إنه وإحنا بنعرف كمان كمدربين، لأنه إحنا هذا مشتغله هون في خارجيا كشافين. وهذه يعني بقول لك موهبة خالد من ضمن الطلاب اللي كانوا عنا في الأكاديمية، يعني ناس أندية كبيرة كانت مهتمة ومعنية فيه. في آخر بطولة صارت عندنا لمواليد 2007 2006 على مستوى نحكي منطقة الوسط، احنا كأكاديمية شاركنا فيها بشراكة مع الأخوة في نعلين، بالإضافة انه حققنا من أفضل 7 مراكز اللي هي تأهلت للدور المركزي على مستوى فلسطين. كان احنا نحكي عن خالد، كان لخالد دور كبير في التأهل للأكاديمية تبعتنا بتسجيله للأهداف. بنقدر نحكي كمان لاستغلاله الفترات العصيبة اللي مر فيها شوية الفريق، كنا متقدمين على نادي بتونيا 2-0، قلبت النتيجة صارت 3-2. كاريزما خالد هاي انه وحبه للثبات وحبه لوجود فريقه ما بين زملائه كانت كتير قوية، لدرجة انه احنا كان بدنا بس تعادل او فوز بنتأهل للدور الثاني. وهذه الكاريزما تبعت خالد يعني فادتنا كثير وساعدتنا انه احنا نتخطى هذه المرحله. هو طموحه يعني انه يوصل لكرة القدم لشيء عالي، عن جد مستوى عالي، يعني خلص مواهبه بشوف اللعيبه بده يصير زي مستوى بدون، يعني زي في ميسي، في رونالدو، في اي شيء، مش لمنتخب معين، بس بحب هيك يوصل ان شاء الله، هيك بشوفه يعني مش غلط ان شاء الله، لو احسن يعني ممكن يوصل لمكان بعيد. خالد زي ما حكيت أهم إشي إنه نشتغل على الموهبة بالطريقة الصح لنوصله للمكان الصح، وإحنا عندنا هون بالأكاديمية بنشتغل على هذا الإشي محلي ودولي. كل سنة عم نعمل مشاركات دولية، خالد شارك معنا في ريال مدريد، في عنا كان مخيم في ريال مدريد، السنة اللي بعديها كان في عنا ريال مدريد، السنة اللي بعديها كان في عنا بطولة في برشلونة، وفئة خالد وخالد جابوا المركز الثاني في برشلونة، وهذا أعطانا انطباع إنه إحنا أولادنا بيطلع منهم إذا نشغل عليهم بالطريقة الصح، راح يطلع منهم إشي ممتاز. زي ما حكيت لك ممكن يكون إشي على المستوى المحلي أو على الإشي الدولي إن شاء الله، يعني هذا اللي إحنا بنطمح له دائما. وعند أنا كلامي خالد إذا التزم بتعليمات مدربينه واشتغل على حاله أكتر ويتبع نصائح مدربين راح يوصل لأبعد مدى، لأن نحن نحكي كمان للاحتراف الخارجي. أهم إشي إنه يضل مستمر عشان يضل محافظ على اللياقة وعلى المهارات اللي يتعلمها، يبعد عن الغرور، هذا اللي هو الغرور قاتل اللاعبين وقاتل المواهب، ويضل مستمر ويكون عنده طموح دائما. لما يكون عندك طموح توصل، إذا بتسعى وراء طموحك دائما بتوصل. احنا كأكاديميات وكأندية كمان في فلسطين
الهدف الرئيسي انه احنا نمثل بلدنا احسن تمثيل، وبالتالي احنا نبلش من هذه الفئات اللي زي خالد وبعمر خالد عشان تكون هي الاساس في المنتخب الوطني، ويكون منتخب وطني فيه لاعبين مميزين بمستويات ومهارات مختلفه، ومن ضمنها خالد. احنا بنربي هذا الشيء في اولادنا انه احنا نكون في منتخبنا الوطني نمثل بلدنا احسن تمثيل. طبعا احنا في تعاون دائم مع الاتحاد والرياضه. اول شيء بتبدا من الترخيص وشروط الترخيص والبيئه اللي لازم تتوفر للاكاديميات، بالاضافه للبطولات اللي بتصير محليا. نوجه رساله شكر لربان السفينه اللي هو اللواء جبرين رجوب اللي هو راعي الرياضه الفلسطينيه، ونحكي كمان احنا هو صاحب النهضه الرياضيه، هو اللي ساعدنا احنا كمدربين نحصل على شهادات تدريب على اعلى مستويات، ان كانت من سي لبي لاي، وحاليا داخل الدي عشان احنا شوي عنا الموضوع شوي صار في تطور كبير. بالاضافه انه هذه الشهادات سمحت للاكاديميات نقدر نحكي شوي انها تفتح، تمام. بالاضافه انه احنا كنا زمان نلعب ما بدنا نحكي لعب حواري، كنا نلعب انه لاعب كره قدم سين كان يجي يدربنا، ليش؟ لانه احنا كنا نحبه كلاعب. اما هلا احنا بنقدر نحكي كمان هاي الدورات كاتحاد كره قدم، وكان احنا بنحكي كمان كمجلس اعلى للشباب والرياضه اللي هم داعمين للاكاديميات هاي. بالاضافه احنا هذه الاكاديميات كلها اصلا رافده لمين؟ رافده كلها للانديه، واحنا كمان واجبنا كاكاديميات نطور مهارات هذه اللاعبين. وبقدر انا بقول لك احنا عباره عن حلقه متواصله ما بين اكاديميه، ما بين اتحاد كره قدم، ما بين مجلس اعلى شباب رياضه، احنا بنقدر نحكي كلنا متكاملين مع بعض عشان نوصل للتطور اللاعب، دورنا المتبادل ما بيننا وبين الاهل وما بين الانديه، احنا بدنا متواصلين مع اللاعب لانه اللاعب عنده موهبه، واحنا بنقول لك كمان مره كاكاديميه لازم احنا نطور هذه الموهبه ولازم كمان نتابعها، مش بس نطور، لانه اذا بنحكي مرحله تطوير بدون متابعه بنقدر نحكي احنا هون فشلنا، عشان هيك لازم يكون في عندنا تطوير، في عنا كمان متابعة لوين بده يوصل حتى بعد ما يكون هو. طبعا بالنهاية احنا ما بنقدر نخيره وين يروح.